السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هنا ان شاء الله نتكلموا على واحد شرابة عجيبة، يعني الثمن ديالها كيفية الاستعمال، هي في الحقيقة شرابة صالحة لجميع الحيوانات. هاد الشرابة يعني شحال من واحد كيمشي يدير الطاس، يعني الطاس ديال 5 يترو، يعني بيدو ديال 5 يترو كيقسموا على جوج يعني وكي يستعملوا كشرابة. اسمو كيوقع ان يعني الحيوانات ملي كيجيو ويبغيو يشربوا من هنايا كيطلعوا فوق هذيك الطاسه وكيوسخوها، بالتالي هذاك الماء كيولي ملوث. يعني الى عطيتوا الحيوانات ديالكم ايا كان، يعني عطيتوهم يعني الماء ملوث راه كيأثر عليهم، هذه يكونوا متاكدين منها راه كيأثر عليهم. بالنسبه لهذه الشرابه هذه يعني انا ما كانش عندي ولكن جربتها، هي كاينه طرق ديال الشرابه اوتوماتيك، يعني كنت مستعملها، يعني كدير غير قرعه نص ديال القرعه وكتجيب قرعه عاديه ديال يترو وكتثقبها من يعني من الجوانب في الاسفل وكتخشيها هكا وكيولي هما فيما كيشربوا داك الماء كيتبدل. ولكن هذه الخاصيه ديالها يعني مزيانه بزاف كاع، انا يعني جربتها. هاد الطاسه ملي كتبغي يعني تعمرها كتقلب هذه كتفصل هذا الجزء كيتفصل على هذا الجزء، هذا كتعمر هذا الجزء عادي يعني كإناء وكتلصق فوق منه الغلاقه وكتقلبه. سمو غادي يوقع دابا هنايا هما هاد الشرابه كامله قائمه على واحد يعني واحد تقنيه اوتوماتيك، سمو هي فيما يشرب الطائر كيما بغى يكون من هنايا، او يعني حتى بالنسبه للارانب كاين اللي داير هنا الارانب، فيما يشرب الطائر من هنايا ولا الحيوان كيبقى الماء كيهود هكا، ولكن الا هود الماء ما كيتسربش من هنايا، ديما كيبقى في هذا المستوى. انتم الا شفتوا راه كاين الماء ولكن ما يتسربش. هذيك الفكره كلها قائمه على ان الغلاقه كلها مسدوده، الهواء ما كيتسربش الا فتحه واحده من هنايا هكا. راه دابا الفتحه هي هذه، هي انا كنلمسها بيدي، ها هي هذه الفتحه، هذه كشرابه اوتوماتيك، يعني فيما يعني يهود الماء يبقى بنفس النيفو ما يتسربش لهنا في نفس الوقت، غير يشربوا منه وهو يتجدد، يعني تقنيه رائعه. اما بالنسبه إذا كانت الطاسة من التحت وخاشين فيها القرعة، هذاك الماء ما كيتجددش، كيبقى حتى كيتلوث. هاد الغلاقة هذه أنا دايرها باش نعليه شوية، لأن كيكونوا كينفضوا هكا ممكن أنهم يطرطشوا. أنتم ها هو عضني هذا، هذه عضة على المباشر، واخا عليك، ولكن ما كيأديش ماشي مشكل. قلت لكم هاد الشرابه هذه عليتها واحد شويه باش الى طرطش فوق منها هكا داك النجاره ولا بحال انا داير لهم السمان، داير لهم النجاره ما يطرش هنا فوق الماء وما يتوسخش. اما بالنسبه لكيفيه الاستعمال راها رائعه، وكاينه قضيه ديال الدواء، ممكن انكم ديروا الدواء هذه راه كتهز لتر ونص، يعني لا دايرين فيها واحد التدريجات، فيها الليتر، فيها ليتر ونصف، فيها المهم دايرين فيها نصف ليتر، دايرين فيها التدريجات على حسب الدواء، يعني دايرين واحد الخاصيات زعما رائعه في الحقيقه. ها انتم كيشرب بواحد الطريقه يعني مريقله سبحان الله، زعما الثمن ديالها الا كنتو يعني دايرين غير بغيتو تشريو حبه ممكن انكم تشريوها ما بين 12 درهم ونص حتى ل 15 درهم، يعني الا تشطرتم ممكن تشريوها ب 12 درهم ونص، يعني جوج شرابات ب 25 درهم، جوج من هادو ب 25 درهم. الحقيقه الثمن ديالهم كيبان رخيص، يعني كتقول بلي يمكن غير الناس كيشريوهم وصافي، ولكن الخاصيه ديالهم انهم اوتوماتيك ما كيتقاداش منهم الماء، وكاينين علافات بنفس الشكل غير هما هنايا كيعمروا بالعلف ايا كان، هما كيعمروا بالحبوب، وهنايا في هذه الجهه
دايرين هنايا ثقوب هكا ودايرين واحد الخويه يعني فيما السيكاليم ولا الحبوب يعني الشعير ولا الذرة ولا اي حاجه كيبقى يهود وهما كياكلوا منه ما حدهم ما كياكلوا والحبوب كتبقى تهود يعني هادو يعني كنظن انهم ان الشرابه مثاليه يعني الثمن ديالها واحد السيد قال لي الا بغيتي كميه ممكن انني نجيبهم لك ب 10 دراهم 10 دراهم راه كتشريهم خطره وحده وصافي انتم خدامين بهم. صراحه انا خدمت بها يعني كاين فرق ما بينهم وما بين الشرابات يعني الواحد كيديرهم عاديين يعني الشرابات اللي كيديرهم عاديين. اذا الحلقه ديالنا هي هذه راه سالات شرابه اوتوماتيك يعني معلومات عليها الا بغيتو تشريوها الاثمنه ديالها راني ذكرتهم في فيديو يعني باش ما يزيدوش عليكم شي شويه وصافي. ما هما راها خدامين يعني جد فعال يعني انا جربتهم الصراحه تبارك الله وصافي. اذا الحلقه ديالنا هي هذه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غادي بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.